ومشاهدينا بنرجع بنصبح عليكم من جديد. وقبل الفاصل كنا بنتحدث مع السيده سميحه خريس اللي تقلدت وسام الحسين للعطاء والتميز عن ابداعاتها في اثراء الحركه الثقافيه في الاردن. وقبل الفاصل كنا بنتحدث عن كان سالتها سؤال بخصوص شو حابه كاديبه انها توصل رسائل للاشخاص من ضمن المراحل اكيد العديده. كالمرحله الاولى كانت هي كنت عم تحكي عن الوجدانيات اكثر وكنت مهتمة بالوجدانيات. المرحلة الثانية حكيتي عن هوية الشخص من خلال يمكن تأريخه، بس مش التأريخ اللي متعودين عليه، التأريخ أيضا الإبداعي والأدبي. وصلنا للمرحلة الثالثة صحيح؟ نعم نعم. كنت مشغولة الحقيقة بسؤال يتعلق بالحرية، يعني مفهوم الحرية بشكل عام لدى الإنسان الفرد ولدى المجتمعات ولدى البشر بشكل عام يعني. والحقيقة يعني وضعت يدي في العملين، آخر عملين، يحيى وبابانوس. يحيى حملت الحديث حول الحرية الفكرية، إلى أي مدى أنت حر فكريا، وما هي العوامل التي تؤثر على هذه الحرية، وما هي القوى التي ممكن أن تقمع حرية تفكيرك. بعد ذلك انتقلت لي جزئية أخرى من الحرية، وأعتقد أنها أساسية وإن كانت تبدو يعني غريبة شوي، اللي هي عبودية الإنسان للإنسان. قد نتوهم أن هذه هي قضية يعني عفى عليها الزمن أو انتهت وليست موجودة، هي بالعكس هي موجودة بأشكال أخرى وبأنماط أخرى. أنا أخذت من قضايا دارفور كمنطلق للتدليل على الصراع العالمي حول كيف نريد أن نستعبد بعضنا بعضا، ذهابا إلى قضية فعلا كانت اللي هي ما يسمى بالرق، بيع الإنسان مباشرة، البيع الصريح، أن يقف إشارة البشر، يوضع كبضاعة ويباع. نعم. أركز حاليا على هذه القضية، وإن كانت أنا بالنسبة لي تفتح أفاق حول كل ما نعيشه. صح. كل ما نعيشه. صح. ويبدو غير منظور لنا يعني. صحيح 100%. يعني مواضيع في غاية الأهمية أستاذة سميحة، يعني عم تطرحيها وعم توجديها، وصار عندنا شوق أكثر لقراءة كل الكتب اللي خاصة فيك وكل الروايات. يعني عندي سؤال فيما يخص ترجمة الكتب، يعني يمكن في اختيارات معينة كانت لإلك حتى تترجمي هذه الروايات للغة الألمانية والإسبانية، ليش اخترتي بالذات روايات معينة تترجم؟ هل هناك معايير معينة للرواية اللي بتحسي أنها يجب أنها تترجم بلغة أخرى؟ هو الحقيقة ليس الكاتب من يختار الكتاب الذي سيتم ترجمته، جميل، على الأقل بالنسبة لتجربتي الخاصة. نعم. في دفاتر الطوفان عندما ترجمت إلى الإسبانية كان الناشر قدمها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، قدم ملخص مترجم إلى اللغة الإنجليزية. نعم. ولم يكن لغة سليمة حتى، يعني كان فيها أخطاء، ولكن لغوية، ولكن يعني وصلت الفكرة، يعني وصلت الفكرة لناشر آخر في إسبانيا تحمس لفكرة الكتاب. نعم. فبدأوا المراسلات معي وتمت ترجمة هذا الكتاب. عندما ترجمت دفاتر الطوفان أيضا ورواية الصحن إلى اللغة الألمانية كان الوضع مختلف. نعم. يعني في ناشر متحمس لكتابات المرأة العربية ويريد أن يقدم نموذج يختلف قليلا، يعني نعرف أن ما يترجم للنساء الكاتبات العربيات يعني يقع تحت شروط غربية أكثر تتعلق بتمردهم على مجتمعهم وعلى دينهم وعلى الأطر التي حولهم. هو كان يبحث عن شيء مغاير، كان يبحث عن شيء في تمرد حقيقي ولكن ليس استعراضي. نعم. فكان أن اختار هذول الروايتين ترجمهم. حاليا في هناك فكرة أيضا لترجمة باللغة الإنجليزية، وهذه بالاتفاق مع جامعة أمريكية، ويعني يجري شوية
عمل رائع عليها. رائع، من الجميل انها توصل الروايه والقصه اللي بالاردنيه اللي بتخص كاتبه اردنيه باللغه العربيه تسلمي. توصل للعالميه، لانه احنا يعني هذا شيء بنفتخر فيه. ست سميحه، بالنسبه للنص الاذاعي الدرامي، يمكن نقلتي انت من خلال رواياتك ايضا قمتي بعمل درامي في الاذاعه، ايضا سبب اختيارك للروايه اللي قدمتيها بنص اذاعي درامي؟ وانا عملت عده روايات، ربما كانت معظم رواياتي اللي فيها سرد اللي مجتمعي تصلح ان تكون نعم بالناحيه حولت درامية. الى دراما اذاعيه. نعم. وقمت انا بنفسي بكتابه السيناريو، وفي ايضا تجربه للتلفزيون. انا دفاتر الطوفان تحولت الى عمل تلفزيون، يعني اتمنى ان نراه هذا العام في رمضان ان شاء الله. ايضا هذا جزء من العمل، وحتى المسرح جربته، يعني واحدة من الروايات اللي كان فيها شو بدي اقول امكانيات مسرحيه، يعني النص نفسه يحمل امكانيات مسرحيه وكانه يجري تمثيله على خشبه. صحيح. هذا حقيقه حولته ايضا الى مسرح. جميل. في نهايه اللقاء، شو مشاريعك المستقبليه؟ شو طموح الذي لا ينتهي؟ احنا متاكدين انه طموح لا ينتهي اكيد لدى السيده سميحه خريس. الله يسلمك. انا حقيقه اعمل حاليا على روايه وهي تتم لسؤال الحريه. الله. وان كانت تعود الى زمن يعني ليس الزمن الراهن، زمن سابق. وبنفس الوقت اقوم بعمل كتاب في التفكير في جدوى الكتابة ومفهوم الكتابة وأفراح الكتابة، يعني كما يعني يخيل لي، يعني هدول العملين اللي بكتب عليهم بعملهم الآن، ولدي إن شاء الله طموح أنه نقدم شيء، يعني سواء في مجال الكتابة أو في مجال الإعلام، في مجال يعني أنا أعتقد أنه مجتمعنا اليوم في أمس الحاجة للفن، للأدب. صحيح. للتفكير الجماعي بصوت مسموع. صحيح. يعني أنا بدي أشكرك على موضوع الحرية. يمكن إحنا مرات كتير قد ما نادينا بالحرية ابتعدنا عنها. عم نحكي صحيح. كنا على زمن القديم إنه ما كان في حرية، لكن لما بنرجع لورا بنكتشف إنه فعلا كنا أحرار أكثر من هلا. هلا إحنا عبيد التليفون وعبيد التكنولوجيا وعبيد التواصل الاجتماعي وعبيد لكتير ظروف يمكن صحيح. بتحجزنا جوا قالب. فمن الجميل إنك أنت تكتبي عن الحرية وتفهمينا إياها أكثر، وإن شاء الله كل الأشخاص بيتحرروا فكريا، وهذا أهم شيء التحرر الفكري. بدنا نشكرك الأديبة والكاتبة السيدة سميحة خريس على كل جهودك في إثراء الثقافة والإبداع في الأردن وفي العالم أيضا، وألف ألف مبروك وسام أكيد الحسين العطاء والتميز. شكرا. شرف. شكرا لكل تلفزيون الأردن. شكرا. الله يسلمك.